وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الأولى، الدرس التاسع بعد المئة الأولى من كتاب الأدب المفرد لإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح، يعني صاحب صحيح البخاري عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. قال: باب العبد راع. العبد راع، هيك العنوان. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو العنوان العبد راعي، لكن الحديث أعم من ذلك. قال: فالأمير الذي على الناس راع، يعني راعي، لكن ضبطها راع. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهذا هو الشاهد، وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنا وأنت كل في موقعه هو راعي، وسيسأله الله عز وجل عن رعيته. أنا الآن داعية أعلم، مسؤول عن أمانة العلم، مسؤول عن الموقف، مسؤول عن البيان والتبيين. في بيتي أنا رب أسرة، أيضا أنا راع، رب الأسرة راع على زوجته وراع على أولاده. هي زوجته يعني عم خليها تتكشف في الشارع، أو تتكشف على أخواته، أو تضحك قدام من ليسوا بمحارم، أو هذا كله مسؤول عنه أمام الله عز وجل. الأمير يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته. سيدنا عمر الله يرضى عنه كان يقول: والله لو أن سخلة على نهر دجلة، سخلة يعني بنت الشارع، وقعت، لسئل عمر: لما لم تعبد لها الطريقة يا عمر؟ بالله عليكم، هدول اللي دمروا الشام ودمروا ليبيا ودمروا، لو كان عندهم ذرة خشية من الله سبحانه وتعالى ودمروا هذه البلاد، لو كانوا يتعاملون بمنطق الإسلام وبثقافة عمر الإسلامية اللي بيقول: لو أن سخلة في نهر دجلة وقعت لسئل عمر. هذه المسؤولية، راع يعني مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يعني ينبغي أن ينتبه إليه كل إنسان. الأستاذ في مدرسته راعي، المدير راعي، مدير المعمل والمصنع راعي، الوزير راعي، معاون المحرمي بحب يمدله على كل شيء، الملك مؤتمن راعي، مؤتمن على هذا المال. كلمة ملك أو كلمة حاكم أو كلمة رئيس أو كلمة قائد جيش لا تعني أن أموال الناس هي حق، هي ملك الله، تعني أنه مؤتمن وأنه راعي. الراعي يحفظ الرعية، الراعي بالبرية يحفظ الغنم، يحفظها من أن تؤكل، ويحفظها من أن تضيع، ويحفظها من أن تمرض، ويحفظها من أن تموت جوعا أو تموت عطشا، وهكذا هو كل إنسان. وبإليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي، يعني مطرف يقول قال أبي، وعبد الله بن الشخير الحرشي العامري وفد في السنة العاشرة. قال أبي، يعني عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. انتبهنا، انطلق وفي وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: شو قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت سيدنا. فقال: السيد الله.
قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان. يعني لا تبالغوا لا تبالغ. الناس بتعظم الملوك شوي تاني بصيروا يعبدوهم، بتعظم الأنبياء بصيروا يعبدوهم، كلها يعني لا تبالغ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كم دقيقة زيادة عن 5